السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق بالعريبي ملعب تيزي وزو صباحة اليوم، وتفقد كل يعني المرافق نتاع الملعب هذا، وكذلك الملاعب نتاع التدريبات وكذا فضاءات الملحقة للملعب. إذن ومن المؤكد أنه فيه مقابلة تجريبية خلال الشهر هذا تاع ماي بملعب تيزي وزو. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.